أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، نعيش اليوم آخر جمعة من شهر شعبان، ونحن مقبلون على شهر عظيم وعلى ضيف عزيز كريم على قلوبنا، على قلوب المسلمين في العالم كله، وهو شهر الصيام أو شهر رمضان. شهر الصيام لأن الله تعالى أمرنا أن نصوم فيه، أن نصومه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. نحن فقط نذكر أن أما المسلمون في العالم فكلهم الآن على استعداد للصيام، وكل مسلم إلا وهو في علمه ويعلم أنه مقبل على شهر الصيام، هذا لا شك فيه. لكن من باب التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نذكر أنفسنا في هذا اليوم وفي هذه الجمعة التي قلت أنها آخر جمعة من شهر شعبان، نذكر أنفسنا بهذه الفريضة العظيمة التي فرضها الله على عباده المؤمنين في القرآن الكريم من خلال النصوص القرآنية، من خلال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب. كتب بمعنى فرض، كتب الله علينا الصيام أي فرضه علينا. والصيام لم يفرض على هذه الأمة فحسب، يعني بالدرجة ماشي غير هذه الأمة اللي فرض عليها الله الصيام، حتى الأمم السابقة والشرائع السابقة كان فيها صيام، أمرهم الله تعالى أن يصوموا، لكن صيام هذه الأمة يتميز عن صيام الأمم السابقة، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أي أن الله تعالى كتب وفرض على الذين من قبلنا أن يصوموا أيضا، فكان في شريعتهم أو في شرائعهم كان هناك صيام، وكانت هناك صلاة، وكانت هناك زكاة. فالصوم لم يفرض فقط على هذه الأمة بل على الأمم السابقة، والصلاة لم تفرض على هذه الأمة فحسب بل فرضت على الأمم السابقة بالنصوص القرآنية، والزكاة لم تفرض على هذه الأمة فحسب بل فرضت على الأمم السابقة. كل هذه الأحكام وهذه الفرائض فرضها الله على عباده. اقرأوا معي قول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقوله تعالى من سورة يونس: وأوحينا إلى موسى وأخيه، أي هارون، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة، بمعنى أن الله تعالى فرض على هذه الفرائض على الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا الشهر أيضا فيه الصيام، وهو الإمساك عن كل المفطرات والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كما يعلم الناس جميعا. الناس
يمسكون عن الطعام والشراب والشهوات والجماع وما إلى ذلك والرفث وهو مقدمات الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن ما المقصود من هذا الصيام؟ وما الذي نريد أن نحققه من خلال الصيام كما نص على ذلك القرآن الكريم في هذه الآية؟ قال تعالى: لعلكم تتقون. الغرض من الصيام، الهدف من الصيام الذي ننشده من خلال الصيام، أن نكون متقين، أن نتقي الله عز وجل، أن يتقي الله كل فرد منا. ولذلك هذا الشهر أيضا هو شهر التوبة، هو التوبة، شهر التوبة والرجوع إلى الله، أن يتوب العبد من الموبقات ومن المعاصي والذنوب التي يقترفها، وكلنا ذلك الرجل كما يقال. لا أحد يزكي نفسه ويقول أنا بعيد عن هذه الأمور، أنت لست ملكا يا أخي، ولست نبيا ولا رسولا. فالتوبة واجبة على كل إنسان، أن يتوب وأن يجدد التوبة. والله تعالى يخاطب المؤمنين: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله جميعا. ولو أنك ترى نفسك متقيا ومحافظا على الصلوات ومحافظا على دينك بعيدا عن كل الشبهات، ومع ذلك أنت مطالب بالتوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا من ترك الصلاة، هناك من لا يصلي ولا يدخل المساجد ولا يقترب من الصلاة إلا في رمضان أو عندما يقترب رمضان، في شهر شعبان ربما في آخر جمعة أو في وسط شعبان تجده مقبل على المساجد ليصلي، لأن رمضان قد اقترب، قد اقترب أجله، ولذلك فهو يتهيأ للعبادة ويتهيأ للصوم ويتهيأ للصلاة وللقيام. هذا شيء جميل، ولكن من تمام التوبة، لكي نحقق التوبة الحقيقية، يجب علي أن أنوي أنني هذه هي البداية، وقد تبت إلى الله من ترك الصلاة، وسأنطلق من شعبان ورمضان إلى سائر الأيام، إلى سائر الشهور، إلى سائر الأعوام، إلى أن ألقى الله. هذه التوبة الحقيقية. والعلماء بيّنوا لنا رحمهم الله تعالى وبارك في أعمارهم ورحم الله الأموات منهم، هؤلاء الأجلاء العلماء بيّنوا لنا ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المؤمن إذا أراد أن يتوب، يعني شروط التوبة، حتى تكون هذه التوبة حقيقية لا غبار عليها وتقبل من صاحبها، أن يقبلها الله منه. لابد أن تتحقق شروط معينة. هذه الشروط قالوا: أول شرط هو الإقلاع، الإقلاع عن الذنب أي عن المعاصي، يعني لا يمكن للإنسان أن يصوم رمضان وهو يمارس القمار مثلا، لا يمكنه أن يصوم رمضان وهو يعاقر الخمر، وإن كان أهل الخمر وأصحاب الخمر ينقطعون عنها قبل رمضان بمدة معينة، يقولون 40 يوما قبل رمضان، هذا هي كلام خاوي، كان 40 يوم ولا 50 يوم، وخا يشربوا حتى في الليلة اللي قبل رمضان وتاب الله وتوب توبة نصوح، الله تعالى يقبل منه صومه، باش مابقاش إنسان غادي يغلط، قطعوا 40 يوم قبل رمضان وصوم رمضان وعاود رجعوا نهار العيد، واش قضينا؟ شنو ربحنا؟ وهكذا هكذا كيديروا بعض الناس، تيقول لك دابا رمضان 40 يوم قبل رمضان، ما منين جابوها كاع هاد القدر 40 يوم قبل رمضان، ما منين جابوها؟ ما عرفتش فين قراوها وفين لقاوها. 40 يوم قبل رمضان وهو عنده النية أنه بعد رمضان سيعود إلى معاقرة الخمر، هذه ماشي توبة. لكن أعفى عليك الله وتبتي في الليلة د رمضان توبة نصوحا، الله يقبل منك. قالت ديرنا ديك 40 يوم. ولكن جرت العادة عند الناس أن يقولوا هذا الكلام، والخمارات تغلق في البلاد الإسلامية، تغلق 3 أيام قبل رمضان، زعما راه تنحترموا رمضان، كيقول لك الناس كنحترموا رمضان. إذا كنتي كتحترم رمضان راك مشرك، إذا كنتي كتحترم غير رمضان راك مشرك. يجب عليك أن تخاف من الله، أن توقر ربك الذي خلقك، أن يراك على أحسن حال. أما رمضان هو مخلوق من المخلوقات، شهر رمضان هو شهر المخلوق كسائر الشهور، إلا أنه يتميز بفضائل معينة.
تعلمونها جميعا، شهر التوبة، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر القرآن، شهر الصيام، شهر القيام، شهر الصدقة. نعم شيء جميل، فيه نفحات خاصة، نفحات ربانية تسمى نفحات رمضان، ولكن نحن لا نعبد رمضان، نحن نعبد الله. من أراد أن يبتعد عن المنكرات فليبتعد عنها سواء في رمضان أو في غير رمضان، وإذا ابتعد عنها وانقطع عنها في رمضان فيجب عليه أن يستمر وأن ينطلق في توبته إلى أن يموت. هذه الحق. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإذا كانت تتعلق فإذا كانت المعصية بين العبد وبين الله، شي معاصي اللي بينك وبين الله، شحال ديال الشروط؟ كم؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع، أن يبتعد عن المعاصي وأن يقلع عنها إقلاعا كليا. الشرط الثاني العزم، أن يعزم عزما أكيدا أن لا يرجع إلى الذنوب والمعاصي، يكون عنده قرار مع نفسه وعازم مع نفسه ومصمم على أنه ما يعاودش يرجع لديك الذنوب، أقلع عنها وعزم أن لا يعود إليها. الشرط الثالث الندم، أن يندم على ما فات. طبعا المؤمن تيندم، ما عرفاش كيتوب وكذا كيبقى يفكر داكشي اللي فات، تيندم وكيبان عليه الندم، وربما يذرف دموعا بسبب انه تذكر ما ارتكبه من معاصي، لكن الله غفور رحيم. حنا الحمد لله ما كاينش شي واحد اللي يسد على الناس باب التوبه، الله تعالى باب التوبه مفتوح. ان الله لا يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، ما زال الانسان ما غرغرش. معنى الغرغره عندما يكون على فراش الموت يغرغر اللحظات الاخيره من حياته، يلفظ انفاسه الاخيره، ديك الساعه كتسد باب التوبه عليه هو. اما قبل ذلك فباب التوبه مفتوح. وحتى شي واحد من الناس ما يقول لك انا درت بزاف ديال الذنوب والمعاصي غرق، الله محال واش يغفر لي، حتى هذا كلام خطير. تيأس من رحمه الله؟ قال تعالى: فلا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم كذلك الزاوية المقابلة: لا نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا شك أن المؤمن يجب عليه أن تكون عنده أمل أن الله تعالى سيتوب عليه. كما كانوا الذنوب، شربتي الخمر 30 عام ولا 40 عام، قمرتي، درتي جميع المنكرات، ولكن توبت إلى الله، الله تعالى يقبل توبتك. كن على يقين أن الله تعالى سيقبل توبتك، ولكن تحقيق هذه الشروط الثلاثة: الإقلاع والعزم والندم. ولكن كاين واحد الشرط رابع، كاين واحد الشرط يسمى الشرط الرابع، يتعلق بالمعصية أو بذنوب أو بحقوق الناس. إذا كان الإنسان عنده حقوق الناس لابد غادي يزيد واحد الشرط آخر، دوك الثلاثة اللي ذكرنا، ويزيد عليهم واحد الشرط رابع ينضاف إلى الشروط الثلاثة. شنو هذا الشرط؟ وهو رد الحقوق والمظالم إلى أهلها. يمشي عند داك السيد اللي دالو ديالو ويرد له الامانه ديالو، واللي مسلفو شي حاجه، وهذا الشيء شحال هضرنا تنعاودو لينا، ترى هذا الشيء هذا المرض كثير مازال موجود. الراجل كيسالو الفلوس وكيدوز حداه وما يعطيهش رزقه، ولا بقى تيعيط له كيقول له اعطيني رزقي، تيقول له صدعتيني، شنو عطيني؟ اشنو عطيني؟ عطيني مليار واخا يعطيك غير درهم، غير اورو واحد، الا قال لك تيطالبك ترجع له اورو ديالو رجعوا له، والا ستؤدي الحقوق يوم القيامة. هذيك ما كيسمحش فيها ربي، هذه ما كيسمحش فيها ربي، حقوق الناس ما كيسمحش فيها ربي. خدمتي شي واحد عطيه فلوس وعطيه رزقه. كاين بعض الناس كيتقلقوا من هذا النوع اللي فكرشوا العجينة ديما كتلقاه تينقص بوحدو تيتخلع، ما تيبغوش الإمام ولا هذا يهضر على هذا الشيء. علاش؟ حيت عارف راسه غارق. سير يا أخي اعطي الحقوق للناس وارتاح مع راسك، إنها تذكرة. ونحن عندما نتكلم في هذه النقاط ماذا نريد؟ نريد أن نحقق قول الله تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قبلها ولا لا تقبلهاش هذاك شغلك. الإمام والعالم والفقيه يقول، قال الله قال رسول، يوجه ينبه ينصح. أما التطبيق ما كاينش شي واحد غادي يلزمك باش تطبق، واحد لك السيف على راسك، شغلك هذاك، أنت سمعتي الآية، أنت سمعتي الدليل، عمل أو ما تعملش هذاك شغلك. لكن التعليق والكريتيك هذه راه مصيبة عند الناس. هذاك اللي تيكريكيتي معناه انه في كرشو العجينه، خصو حيد ديك العجينه من كرشك يا اخي ورد الحقوق الى اهلها.
إلا تكلمتي على الغش تيقول لك هذا كيفضحنا، وراه الله تعالى مطلع عليك وغادي يعاقبك بلا يا أنا كاع. وإنما أنا أذكرك وأذكر نفسي وما أبرئ نفسي. أنا كنقول هذه ماشي معقولة خصها تكون، والدين ديالنا كيحرمها، لماذا أنت لا تريد أن يقولها الإمام؟ شغل وسير قلب على شي إمام اللي ما كيقولش هذا الشيء، هذا اللي غادي يغني لك ولا يشطح لك ولا يدندن لك ولا يدير لك شي حاجة. أما الجامع هذا الشيء اللي فيه، الجامع يوم الجمعة كنسمعوا فيه العيوب ديالنا إماما ومأمومين. أنا لا أبرئ نفسي، ما كنخرجش من الجماعة وإنما كلام يجب أن يقال، وخصوصا في هذه المناسبة. نحن مقبلون على رمضان شهر التوبة، نعم يجي نحقق التوبة، أن نرد المظالم إلى أهلها. كيسالك أعطيه، أو سير عنده قل له اسمح لي أعطيني واحد الأجل أخر، أنا كنعترف بأنك كتسالني واحد المبلغ ديال المال كذا وكذا، وأعطيني واحد المهلة أخرى، ما دام على الأقل كتبان اللي عنده. الناس كيتخبع، تيهرب تيتخبع، ما كيبقاش يصلي في ذاك الجامع كاع، ما كيبقاش يمشي لذاك السوبر ماركت كاع، ما كيدورش في ذاك السوق كاع. علاش؟ باش ما يتلاقاش مع هذاك اللي كيسال. ونهار الاول كي جيتي عنده، نهار الاول جيتي عنده كتودد وكتبنداق وكتدلل، اعطيني يا اخي سلفني انا مزير انا، واذا بك وهذه راه من الحقوق، هذه راه من الحقوق، لان جاتني غير مع جات عابره وذكرتها. اما هي حقوق كثيره، الناس عندهم حقوق، يمشي عند الميكانيك يصوب السياره ديالو مثلا ولا، ويقول الميكانيك دابا نعطيك الفلوس، ما يعاودش يدور عندك الميكانيك، يمشي عند ميكانيكي اخر، يمشي عند مول البقاله كذلك وهكذا. اذا هذه الحقوق، راه ماشي قضيه التوبه، راه يجي رمضان نصليو التراويح، نقراو القران، نصوموا بالنهار ونفطروا في العشيه وصافي، راه هذا هو. لا، لابد ان نشوفوا راسنا شنو كنديروا. رد الحقوق الى اهلها. بعض الناس عندهم صله الرحم مقطوعه، واش قضينا لك نصوموا رمضان وحنا قاطعين صله الرحم؟ الا كانوا شي ناس مجرمين، شي ناس سحاره مفضين مسالين لا يرجى منهم خير، تتخاف منهم هذاك شغلك. ولكن كاين ناس تلقى خصومه بسيطه عاديه، وكتلقى بنادم صافي مقاطع صافي، ما تيهضرش مع اخوه. هناك من لا يكلم اخاه، ولد موباه لا يكلمه، وتيقول لك اشهر المغفره جاي وشهر الرحمه جاي. نعم، وشنو درتي؟ خصنا نهيئوا انفسنا لهذا الشر، ان نصل الرحم، ولو على الاقل حتى بالتليفون، غير بالتليفون كاع، تيرا كان بعيد عليك غير بالتليفون، بعد على الاقل يسمع الصوت ديالك كتقول له مبروك رمضان ان شاء الله المقبل، نسال الله تعالى ان يوفقنا لصيامه وقيامه، وان تدعو له وان يدعو لك، وتطلب منه المسامحه ويطلب منك المسامحه، والحمد لله رب العالمين. ويجب ان يفعلها المسلمون في مساجدهم ايضا. يجي رمضان ويلقاك راك بخير مع صاحبك، صفي القلب ديالك، خوي قلبك من ديك المسا، ذاك الحقد وذاك الكراهيه وذاك النميمه وذاك الغيبه. واخا هذا الشيء راه كيتكرر دائما كيتقال، ولكن خصو يتقال. لماذا؟ كما يقال اذا الشيء اذا تكرر تقرر، تذكيره لابد منها. والنبي عليه الصلاه والسلام كان يتخول اصحابه بالموعظه مخافه السآمه عليهم، كان بين الحين والاخر يذكرهم ويعظهم وينصحهم من باب التذكير فقط. ولهذا لابد من رد الحقوق او المظالم الى اهلها. ونسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه، ويجعلنا من عباده الصالحين، نفعني الله واياكم بالقران الكريم وباحاديث الرسول الصادق الامين، واجارني واياكم من عذابه المهين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، تكلمنا في الخطبة الأولى عن التوبة، وأن هذا الشهر هو شهر التوبة، نعم، وشهر المغفرة وشهر الرحمة. هناك بعض الناس يروجون بعض الاحاديث، الله يجزيكم بخير، واحد القضيه تنبهوا لها مزيان في الواتساب وفي هذه وسائل التواصل الاجتماعي. دابا اللي بان له شي حديث تيكتبوا ويصيفطوا بلا ما يتاكد بان هذاك حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وبعض الناس عندهم كل شيء صحيح. بعض الاحاديث اللي كتتعلق برمضان واحد العدد منها كلها موضوعه وكلها ماشي صحيح. ولهذا الانسان اللي بغى يكتب شي حديث ولا يرسل شي حديث خصو يتاكد بانه صحيح. ويسهل عليك اليوم ولله الحمد أن تقف على توثيق الحديث، هل هو صحيح أم غير صحيح؟ اكتب في جوجل بداية الحديث وغادي تطلع لك، وغادي تشوف تخريج ديال الحديث.
بلا ما تبقى تتروج الأحاديث اللي هي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، كيجي بنادم يبقى يروج بحال هذا الشيء، بدا يقولوا المعاني صحيحة أن رمضان هو شهر المغفرة والرحمة والعتق من النار، ولكن ما ننسبوش للنبي واحد الكلام ما قالوش للنبي صلى الله عليه وسلم. وهاد الناس اللي ما بغاوش يساليو من هاد الجمعة مباركة راه ولات بدعة. جمعة مباركة كل جمعة يصيفط لك جمعة مباركة، وعلاش على الحد ماشي مبارك والاثنين ماشي مبارك والثلاث ماشي مبارك؟ هذه أيام الله، وذكرهم بأيام الله، هذه أيام الله كلها. لماذا تخصون يوم الجمعة بجمعة مباركة؟ واش عمر النبي صلى الله عليه وسلم كيقول للصحابة جمعة مباركة، ولا الصحابة كيسلم على صاحبه ويقول له جمعة مباركة؟ كانوا يسلمون على بعضهم البعض، يسألون عن أحوال بعضهم البعض، نعم يذكرون بعضهم البعض، ولكن هذا الشيء ديال الجمعة مباركة يعني تحل الواتساب نهار الجمعة كتلقى فيه غير جمعة مباركة. الله يرحم عليها شي واحد تكلم، سمعت واحد الفيديو زوين، قال واحد كلام عجيب، قال بواحد الطريقة ساخرة مضحكة، خليك تنحل التليفون ديالي كنلقى فيه جمعة مباركة، كنلقى فيه شي كلمات أخرين وكذا، واش أنا أبو لهب؟ هكذا قال، قال واش أنا أبو، واش أنا كتشوفوني أنا أبو لهب؟ يعني احنا الحمد لله كلنا كنصليو الجمعة وكلنا كنعرفوا الجمعة أنه يوم عظيم، بلا ما تقول لي جمعة مباركة، خدامين غير يكتبوا ويصيفطوا. أما خلاص الفضائح الأخرى حديث ولا حرج في الواتساب، كلام الخاوي، مرة كترقص تيصيفط لك، مرة تترقص تيصيفط لك، مرة كتنقز تيصيفط لك، واحد تفلى على شي واحد ضحك عليه وكيصيفطوها حتى هي، كيضيع الوقت ديالو وكيضيع وقت الناس بمسائل تافهة، حتى أن بعض الناس قرروا أنهم يقطعوا الواتساب، أنهم ما كيجيهم غير الفضائح وغير الرذائل وغير المصائب. ولهذا المسلم خصو على الأقل، وحتى هذه خص الإنسان يتوب منها ويقلع عليها. بارك علينا من هذا الخوار الخاوي، جمعة مباركة، جمعة أحسن حاجة يوم الجمعة، وأنك كتجي يوم الجمعة للجمع تصلي وتسمع الخطبة ديال الجمعة وتذكر الله وتستغفر وتمشي للدار ديالك تذكر الأبناء ديالك بما سمعته في خطبة الجمعة، هذا هو اللي مهم عندنا. اما قضيه بقى الكتاب بقى تكتب له هذا، وانا قلتها واحد المره وقالوا حتى الائمه الاخرين بان هذا الشيء هذا لا يليق بنا. جمعه مباركه، مصدعين بجمعه مباركه، شنو هي الجمعه المباركه؟ ما فهمت والو منها. هي راه مباركه وذكرها الله تعالى في القران الكريم، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. هذا اعظم شيء تنقراه في القران الكريم على يوم الجمعه. كذلك ايها الاخوه، حتى لا اطيل عليكم اكثر، من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلم أن يحققها في هذا الشهر الكريم هو أن يكثر من قراءة القرآن ومن تلاوة القرآن ومن التعلم، أن يجلس في مجالس التعليم والتعلم وخصوصا القرآن الكريم، لأن الشهر هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالمسلم من الأمور التي ينبغي عليه أن يحققها أو ينبغي له أن يحققها أن يكثر من قراءة القرآن في الشهر، في هذا الشهر. نعم هذا الشهر يتميز بأن المسلم يكثر فيه قراءة القرآن لأنه شهر القرآن، وخصوصا عندما يكون الإنسان عنده فراغ ليس في عمل وليس في شغل، يأتي إلى المسجد ويجلس ويأخذ مصحف ويقرأ أو يستظهر إذا كان يحفظ شيئا من القرآن، يراجع القرآن ويكثر من قراءة القرآن، هذا شيء جميل جدا. وتعلمون أن قراءة القرآن من الأمور التي نتقرب بها إلى الله ونتعبد الله بها، إن القرآن يتعبد بتلاوته، والقرآن أجره كل حرف بعشر حسنات، ما كاينش شي حاجة كتقرأ فيها الأجر بحال هذا نهائيا، إلا القرآن هو الذي إذا قرأناه نأخذ وننال بكل حرف قرأناه من القرآن عشر حسنات. لا أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأهم من هذا كله أيضا هو العمل بهذا القرآن، العمل بالقرآن الكريم، يعني القرآن فيه الأوامر وفيه النواهي، فنأتي الأوامر ونجتنب النواهي. ربي كيف في القرآن كيقول لنا هذه ديروا هذه ما ديروهاش، يا أيها الذين آمنوا افعلوا، وفي آية أخرى كتلقى النهي، يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا، فنترك المحرمات والمنهيات ونأتي الطاعات والأوامر التي أمرنا الله عز وجل بها. هذا هكذا نتعامل مع القرآن الكريم. القرآن الكريم ما جاش باش يتقرا على الأموات، أصحاب البداع والخريف اللي كيمشي للمقبرة يبدا يقرا القرآن على الموتى، هذوك الموظفين ديال المقابر اللي هو كيقلب غير على الفلوس وكيجي للقبر قال كيبدا يقرا على القبر القرآن، واش القرآن كيتقرا على المقابر؟ والإنسان إلا مات عاد تقرا عليه القرآن، القرآن يقرأ على الأحياء. أصحاب البداع راه ما تيبغوش بحال هذا الكلام،
العالم الإسلامي اليوم أصحاب البدع في العالم الإسلامي لا يريدون هذا الكلام، وخصوصا اللي عندهم مصالح في ديك القراءة ديال القرآن في المقابر وغيرها. تيقول لك جيبوا له يقرأ، اللي يقرأ عليه القرآن راه مات. واش إلا مات نقراو عليه القرآن؟ إذا مات ندعو له. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي ولا الصحابة يقرؤون القرآن على الأموات، وليس هناك أي دليل لا في القرآن ولا في السنة يثبت لنا أن الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون القرآن على الأموات. وقرأ معايا في سورة ياسين في بداية قوله تعالى ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله تعالى لتنذر من كان حيا ويحق القول على القول الكافر. لتنذر من كان حيا، اللي عنده القلب ديالو حي ويسمع ويعي هو اللي كتقرأ عليه القرآن، لا تقرأه على الميت. وقد ورد حديث قيل أنه فيه ضعف، ولكن قيل يعمل به ولا حرج أن تقرأ على الميت عندما يكون على فراش الموت قبل خروج روحه، التلقين، تلقينه سورة ياسين. كاين هذا الحديث، وهناك من قال بضعفه، ولكن بعد كاين واحد الدليل كما كان الحال. أما عندما يموت الإنسان وتخرج روحه وينتقل إلى عالم الآخرة، هذا القرآن، هذا القرآن شنو فيه؟ فيه القصص، وفيه الأوامر، وفيه النواهي، وفيه التبشير، وفيه الإنذار. واش غادي يدير به الميت؟ إلا كان شي حاجة دارها في حياته مزيان، أما بعد وفاته شنو؟ الصدقة. وبهذا أختم. الصدقة تتصدق عليه، نعم، العلماء قالوا بالإجماع أن تتصدق على الميت، تعطي الصدقة الميت، ما كاين مشكل، تتصدق على والديك لا حرج في ذلك. أن تكرم صديق والديك، أصدقاء والديك، تكرمهم بعد وفاة والديك، إكراما لوالديك، نعم. أن تصل رحمهما، نعم. أن تنفذ عهدهما ما لم يكن إثما، نعم. أن تترحم عليهما، نعم. تمشي للمقبرة وتقف على القبر ديال الوالدة ولا الوليد وتدعو له وتلح في الدعاء، اللهم يا ربي اغفر له، اللهم وسع له في قبره، اللهم اسكنه فسيح جناتك، اللهم تغمده برحمتك الواسعة، اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. هذه الأدعية مشروعة ومسنونة أن يذهب المسلم يوم في أي يوم، وليس في يوم الجمعة فحسب، في أي يوم أن تذهب إلى المقبرة وتقف عند رأس ذلك الميت الذي هو أبوك أو هي أمك وتدعو له وتكسر الدعاء وتلح على الله في الدعاء، لا حرج في ذلك. أدي الكرموس، أدي الخبز، أدي القراعي ديال الماء، أدي الورد، هذا الشيء ديال النصارى ماشي ديالنا. دي السطل ديال الماء قالك تيرش، ولا ما ورد قالك تيرش على القبر، هذاك الماء ورد وما زهر رشوا به ملي يكون عادي يديه للمقبرة، كتكرمو بديك الرائحة الطيبة وكدير شوية الريحان مثلا أو شي حاجة اللي هي طيبة في ذاك الكفان، ما كاين حتى مشكل. أما لما يموت نديوه للمقبرة، كيمشي قال لك نهار الجمعة ويدي معاه القراعي ديال الماء الزهر ودما ورد، وكيدي الزلافة يحطها على راس القبر ويعمرها بالماء، وكاين اللي كيغرس الشجرة قال لك باش يتظلل. إلا كان مؤمن راه ربي مظللو وراه موسع في قبره وراه مبرع، عنده كليماتيزور إلهي، عنده مكيف إلهي، الله أعلم كي داير، ربي موسع عليهم ومبرعوا، ويوم القيامة غادي يعيش في الظلال وظلالهم فيها بالغدو والآصال، هذا يوم القيامة. أما القبر تجي تبقى ترش بالماء وتجيب اللي يقرأ لك عليه، هاكا جا الفقيه قرأ لي، تيقرأ على القبر، قالت له ارفع شوية الصوت ديالك، وسمحوا لي ما تبغيش نضحككم ولا، قالت له ارفع الصوت ديالك الفقيه ما كنسمعكش، قال له واش تخلصي على الآخرين؟ يعني الى غوت وسمعوا القبر الاخرين يخلصوا، احنا ولينا دابا في التجاره وفي البيع والشراء. انت ادعي لوالديك، انت ادعي لهم يا اخي، ما تجيب لا اللي يقرا لك ولا اللي يزمر لك، وانت اعطي الصدقه ونويها على الوالدين ديالك، ما كاين مشكل. تصدق، سير عند خالتك وقل لها ها واحد الهديه، واحد البركه، انت بحال الام ديالي، واتذكر فيك امي وانت خالتي كامي، ولا كانت فقيره اعطيها، ولا كانت الدار ديالها مكرفصه فرش لها الدار الا عندك الفلوس. الناس اللي موسع عليهم الله يحاولوا يديروا بحال هذا الشيء، ماشي تعطيها 10 الايرو تقول لها كي باش تشري الحليب، لا، اعطيها الفلوس وفرش لها الدار، اذا تستطع دير هذا الشيء فرش لها الدار وشري لها الاثاث اللي خاصها واللباس اللي خاصها، وشري لها الكبش ديال عيد الاضحى فرحها حتى هي دخلها شي كبش يكون، نعم اسيدي، بكراندي بكرونو كما يقولوا. وهذا هذا كل كيتسمى الصدقه الحقيقيه. اما هذه الخرافه تعطيها وزكاة الفطر كذلك، تعطيها تعطي زكاة الفطر، تعطيها طعاما ولا تعطيها نقدا،
زكاة الفطر تعطى طعاما ولا تعطى نقدا في المذهب المالكي. عندك شي واحد يقول لك راك فقيه متشدد، انا كنتكلم على المذهب المالكي. انا مذهب المالكي يقول بان زكاة الفطر تعطى طعاما، يبيع ولا يرميه شغله. انت طبق السنه، يبيع ولا يرميه شغله. اليوم زكاة الفطر كتعطى، كيجي واحد يمشي يشري بها الحشيش في المساجد، كتعطى في المساجد، واحد يمشي يشري بها الحشيش، واحد يشري بها تليفون، واحد يشري بها بورتابل، واحد يشري بها سبرديله ديال النايك. لا، هذيك كتعطى، هذيك زكاة الفطر طعمة للصائم وطهرة للصائم. نعم، وطعمة للفقير والمسكين. اليوم ولا كلشي كيقول لك الفلوس، يمشيو غير مع الباب السال، دفع الفلوس دفع الفلوس دفع الفلوس. فين مشاو ذوك الفلوس؟ كيفاش تعطاه وكيفاش خرجوا؟ الله أعلم. قلب يا أخي على الفقير وأعطيه، شري له طعام وأعطيه طعام، هكذا كان يفعل النبي. وفي زمان الصحابة راه، واسمحوا لي هذا الكلام حقيقة، كاين اللي كيعتبر هذا الكلام متشدد وكذا، وأنا تنقول أنا هذا هو قناعتي وهذا هو إيماني وهكذا أؤمن. وإذا كانوا شي وحدين كيرخصوا للناس، هذاك شغلهم، كل واحد حر في الفتوى ديالو يقولها كما هو مقتنع بها. أن 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 زكاة الفطر وخمسة ما وصلنا لهاش كنذكروا بها، أنها تعطى طعاما. شري له الماكلة وأعطيها، يبيعها شغله، ياكلها شغله، يرميها شغله. أنت حيدتي عليك المسؤولية. وفي زمن الصحابة راه كانت الفلوس، كانوا الفلوس، كانت السكه، النقد، كان القطع المعدنيه كانت موجوده، سكات الفلوس. وفي زمن الخلفاء الراشدين كانت، وما كانوش كيعطيو الفلوس، كانوا كيعطيو الطعام. والمذهب المالكي يقول بالطعام. إن كاين دابا اللي كيبغي يدخل لكم ديك القضيه ديال المذهب المالكي، حنا مالكيه، حنا مالكيه، تيبيع الخبر كيقول لك حنا مالكيين، ما تيصليش كيقول لك حنا مالكيين، كيتعامل بالربا، كيمشي للبنك يسلف الفلوس بالربا. أسيدي حنا مالكين، حنا المذهب ديالنا الحمد لله متساهل. كذبت على مالك، ارتكبت جريمة في حق مالك. هل مالك كان يبيح للناس يمشيو يسلفوا الفلوس من البنك ويقم باش يدير الربا؟ مالك كان كيقول الناس قمروا؟ مالك كان كيقول الناس بيعوا الخمر؟ ما قاله مالك في الخمر لم يقله أحد. مالك كان يسمع الغناء؟ قلت لك احنا مالكيين، احنا المالكيين ديال المذهب ديالنا، ما اسمعش كيقولوا المذهب الجهال. المذهب المالكي قال لك المذهب ديالنا الحمد لله فيه الاعتدال، وفي نعم فيه الاعتدال، ما فيهش، ولكن يبيح الحرام للناس. وما قاله مالك في الغناء لم يقله احد قبله. سئل مالك عن الغناء فقال ما يفعله عندنا الا الفساق. وتجي انت تلصق المذهب المالكي. دابا غير اللي بغى يجوز شي حرام وشي مصيبه ولا شي بدعه كيقول لك مالك. ماذا قال مالك في البدع الان الموجوده في مسجد المسلمين؟ وقرات، شوف، سير قلب على مالك وشوف ماذا يقول مالك رحمه الله. وربما مالك هو اشد حرصا على السنه من غيره. وكتلقى الفتوى في مذهب الحنفي وكيجيبوها ويلصقوها في مذهب المالكي، هي كتوافق الاهواء ديالهم. واضرب لكم مثال واختم به، الفتاه، لان ذكرت هذه القضيه راه مهمه، لان دابا الناس دابا ولا بنادم جاهل امي تيبدا يهضر، قال لك انا مذهب، الناس كيقولوا مالك، شي واحد كيكون فاهم شنو هو مالك، ما هو المذهب المالكي، ما هي قواعد المذهب المالكي، ما هي اصول المذهب المالكي، تتقرا عليها وتعرفها عاد تتكلم، تبقى تقول مالك مالك مالك. شخص انا تنعرفه ضابط في الجيش، تكلمت معاه على قضيه الصلاه مع الجماعه، قلت له يا اخي انت الحمد لله مسالي، جالس دابا عندك كما تيقولوا برمسيون، عنده برمسيون، عنده كونجي، عنده عطله. قلت له يا اخي المسجد قريب لك، انت سير تصلي المسجد بينه وبين الشانطي، قطع الشانطي يمشي للمسجد من دار. علاش ما كتصليش مع الجماعه في المسجد؟ يصلي، نعم هو كيصلي، ولكن كيصلي في الدار، ما كيمشيش للجامع كاع. فقلت له يا اخي اذهب الى المسجد لتصلي مع الجماعه. قال لي يا اخي احنا مالكيين، احنا ما عندناش ذاك التشدد. الله اكبر، دابا الناس هادو حتى يوم الجمعه جلسوا في ديوركم، صليوا في ديوركم، خليوا الامام بوحدو يبدا يهضر مع الحيوط. ونقول غير مثال، حنا غير مثال، يعني نقولوا راه حنا مالكيين، وراه مالك هو اللي كيقول لك الناس سيروا تصليوا في الجامع، واش مالك غادي يخالف القران؟ دابا غير اللي جاي يهضر تقول لك مالك، ولما تجي تناقشوا تلقاه خاوي مسكين، ما عنده لا علم ما عنده لا دليل والو، غير كيتكلم. وكاين اللي كيبغي، وسمح لي راه كلامي هو هذا، كلامي هذا قبلوه، ونطلب الله تعالى نكونوا على حق كلنا. كاين دابا اللي كيبغي يبين بديك الهضره ديال حنا مالكيين، زعما باش يبان، زعما تيبغي تزايد عليك في الوطنيه، وبغي تزايد عليك في بان انا مالكي وانت شنو. وراه الشافعي راه امام، والامام احمد بن حنبل راه امام عظيم، جبل السنه. والامام ابو حنيفه من اعظم الائمه، هو الاول كاع في هذه الائمه الاربعه. واش نقولوا دابا الاتراك انتم على ضلال؟
نقولوها للناس ديال تركيا ديال الترك ولا ديال افغانستان ولا ديك المناطق ديال اسيا اللي كي ولا ماليزيا اللي كيتدم تيتمذبوا بالمذهب المالكي، نقول لهم نتوما على ضلال، واللي كيتبعوا المذهب الحنبلي نقول لهم نتوما على ضلال، واللي كيتبعوا الشافعي المصريين وواحد العدد ديال الدول هي كتمشي مع المذهب الشافعي نقول لهم نتوما على ضلال، وما عندهم القران وعندهم علماء وعندهم مساجد وعندهم جامعات وعندهم غير حنا اللي على حق. حتى الانسان اللي ما كنت كيتكلم يكون مؤدب، قول لك انا اقتنع بالمذهب المالكي، انا الحمد لله بلادي فيها مذهب مالكي وانا التزم به، ما كاين مشكل، ما لا عيب، مزيان انا متفق معك، ولكن علاش غادي تطعن انت في الاخرين؟ هذوك حنابله مالو كيقطع الطريق مجرم، هذوك شافعيين مالهم؟ انا المصريين شنو تيديروا؟ حتى هما كيعبدوا الله، حتى هما عندهم المساجد وعندهم العلماء عندهم الجامعات عندهم الخير، رب علموا الناس وعندهم كتب مؤلفات، والناس اللي كيمشيو مع المذهب الحنفي كذلك عندهم كيمشيو يحجوا حتى هما، حتى هما كيأديو المناسك ديالهم وكيصليو وكيصوموا رمضان، تركيا فيها رمضان وفيها وتيمشيو الناس للحج، يعني شنو هو المشكل؟ انت تتبغي تزيد على الناس بالمذهب اللي كتنتمي له انت، ولا تزيد على الناس بانك انت انا مغربي وانت ماشي مغربي، ولا انا مصري وانت ماشي مغربي، ولا انت كذا، حنا مسلمين لا نتزايد لا في انتماءاتنا العرقية ولا في جنسياتنا ولا في المذاهب التي نتعبد الله بها، لا نتزايد على بعضنا، أنا مقتنع بواحد الطريق أنا غادي فيه، ولكن أنا ما كنتزايد شي عليك أو كنخطئك أنت، ولهذا كنبه على الناس اللي تيبداوي ولا يشوف شي ناس كذا كذا يبقى لهم حنا مالك راني مالكي عندك وتخلعوا راني مالكي، وأنت مالكي الله يعاونك والله يسهل عليك وأنا معك حتى أنا معك، ولكن أنا الآخرين ما كنحتقرهمش، الآخرين حتى هما عندهم الاحترام ديالهم، إذا جاء العالم من مصر أستمع إليه ولو كان شافعيا، وأنا مالكي أنا مالكي نسمع العالم الشافعي، جاء من السعودية شي عالم شي امرأة من السعودية بقاو دوك راه تيعلموا الناس التطرف، ملي كتسمع الحديث القرآن الكلام ديالو كتلقى قال الله قال رسول الله، وبنادم كيحكم على الناس بدون أن يتبين، تيحكم عليه بأن هذاك شكون اللي قال على هولندا غير هولندا حماق غادي يجي يعطوه الفيزا ويجي لهولندا ويمشي للمسجد ويدير الدروس وهما عارفين بلا متطرف، انت زعما انت عارف احسن منهم، المخابرات ديالهم ناعسه راه عارفين شنو كيديروا، الراجل كيقول قال الله قال رسول الله، والله ما سمعنا منه الا قال الله قال رسول الله وغير الاحاديث الصحيحه، ويجي واحد بجرة تقريبا يقول لك هذاك داعش، على هولندا كتسمح لداعش يدخل؟ الا قلتي هذاك داعش بمعنى كتهمتي المخابرات الهولنديه والدولة الهولندية بأنها تستضيف في على أرضها وفوق ترابها تستضيف الداعشيين، ما يمكنش هادشي، بالعكس هذوك الناس ضد الإرهاب وكيعلموا الشباب أنهم ما يكونوش إرهابيين، وكيعلموا الشباب أنهم ما يخرجوش على الحكام ديالهم، وكيعلموا الشباب أنهم يطيعوا ولي الأمر في طاعة الله، وأن لا يدعوا الناس للخروج عليه، وما يدعيوش الناس للمظاهرات، وما يدعيوش الناس للخروج باش ما يوقعش الاختلال في الأمر كما هو في سوريا وكما هو في ليبيا وكما هو في اليمن وكما هو بعض الدول. هذوك بالعكس هذوك علماء كينبهوا الشباب كيربوا الشباب كيعلموهم، تجي انت تتهمهم بالارهاب وتهم التطرف، انا الهولنديين الناعسين يدخل مع الحدود ويدوز في شخيبول ويطبع الباسبور ويدوز في الديوانه ويدوز في السكانير وهو متطرف وما شافوش، وانا اللي جالس في الجامع كنحكي غادي نجي نتهمو انا، وهذا اللهم ان هذا منكر. نفعني الله واياكم بالقران الكريم وباحاديث الرسول الصادق الامين واجرني واياكم من عذاب المهين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وانه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، هناك أخ لنا مريض ولم يحضر معنا الجمعة اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، ندعو له بالشفاء إن شاء الله، ندعو له في الصلاة ديالنا بالشفاء، أن يشفيه الله وأن يعافيه حتى يعود إلى الصلاة وإلى الجماعة التي يصلي معها. وكذلك أحد الإخوة ديالنا في المغرب الأم ديالو مريضة اتصل بنا وقال طلب الدعاء من الجماعة إن شاء الله، الأم ديالو على فراش المرض والآن تعيش مرحلة حرجة، نسأل الله تعالى أن يشفيها وأن يعافيها، ونسأل الله تعالى لأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، وللمرضى بالشفاء العاجل، وكل من له حاجة نسأل الله تعالى أن يقضيها له، اللهم يا رب اقض حوائجنا، اللهم ربنا اجعلنا من الطائعين، اللهم اجعلنا اللهم ربنا اجعلنا من الصائمين، اجعلنا من المقيمين للصلاة والموتون للزكاة،
اللهم يا رب اجعلنا من عبادك الصالحين الذين يعبدونك ويوحدونك ولا يشركون بك شيئا. اللهم يا رب تقبل من المنفقين الذين ينفقون لبيوت الله ولعمارتها ولتوسيعتها ونظافتها، نسأل الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل هذه النفقات التي ينفقونها رجالا ونساء أن يجعلها في موازين حسناتهم. ربنا آمنا بك واتبعنا الرسول واكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله